السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، معكم أخوكم كريم من عرب اكسبلويت. النهاردة إن شاء الله هنكمل الكورس بتاعنا الفورتيجيت فاير وول امبلمنتيشن وانستليشن وفاين تيونينج. طبعا زي ما احنا عارفين، احنا من الأول ماشيين إن هو الكورس ده مش مجرد كورس، احنا في بروجكت وبنعمل انستليشن للفاير وول دي في قلب شركة معينة، بنحاول نعمل لها الانستليشن ده. فاحنا شفنا ازاي ممكن تعمل الانيشال كونفيجريشن، وازاي تعمل النتورك كونفيجريشن، وخدنا كمان ازاي تعمل انتجريشن مع الاكتيف دايركتوري، وخدنا ازاي ايه هو السايبر كيل تشين، وازاي تحمي نفسك من كل مرحله في السايبر كيل تشين، من اول مرحله الريكونسنس لما عملنا الاي بي فيرجن 4 دوس بوليسي، وبعد كده الدليفري والاكسبلويتيشن لما عملنا السكيورتي بروفايل اللي هو الانتي فايروس والانتروجن بريفنشن. تاني حاجة بقى عايز اتكلم فيها النهاردة حاجة اسمها الكونتنت فلتر، البوليسيز اللي هي بتعمل فلتر للكونتنت بتاع الشركة اللي انت فيها. يعني انت دلوقتي لما هتروح على شركة مثلا هيقولك احنا مش عايزين الموظفين بتوعنا يخشوا على السوشيال ميديا ويب سايتس، مثلا مش عايزين الموظفين بتوعنا يستخدموا اونلاين باك اب يرفع لي ملفات، او مثلا يستخدموا ريموت اكسس ابلكيشنز يدوا حد ريموت اكسس يخش يصلح حاجه، او مثلا مش عايزين الامبلويز بتاع الموظفين بتوعنا يقدروا يعملوا داونلود لاي اكسكيوتبل فايلز عندهم من غير مثلا ما يرجعوا للسكيورتي ديبارتمنت، او مثلا من غير ما ياخدوا ابروفر من حد. اللي احنا بنتكلم فيه ده اسمه الكونتنت سكيورتي، ان انت بقى ازاي تسكيور الكونتنت بتاع النتورك عندك. يعني فكك بقى من ان انتي فايروس واي بي اس ودوس، ده كل ده ان باوند ترافيك. ازاي بقى تكنترول الاوت باوند ترافيك من عندك من جوه النتورك، الكونتنت بتاع الشركة عندك ازاي تعمل لها كنترول. طبعا برضو الفورتي جيت بتقدم لك كذا حل للموضوع ده. في عندك الويب فلتر بروفايلز، ده ممكن يعمل لك فلتر للمواقع اللي انت تقدر تسمح للموظفين بتوعك ان هم يعملوا لهم اكسس. ابلكيشن كنترول، ايه الابلكيشنز اللي انت عايز النتورك عندك يشتغلوها او ما يشغلوهاش. وفي الفايل فلتر، ايه انواع الفايلز اللي انت مثلا مش عايز يحصل لها داونلود، مش عايز يحصل لها ابلود. يعني اللي انت كل دي كونتنت فلتر انت ممكن تعمل كنترول عليها عشان تتحكم في الاوت باوند ترافيك بتاعك. حاجة بقى مهمة جدا 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 جدا، مبدئيا الويب فلتر والابلكيشن كنترول والفايل فلتر وكمان الانتي فايروس والانتروجن بريفنشن. احنا لما عملنا الانتي فايروس والانتروجن بريفنشن كنا بنستخدم اتش تي تي بي بروتوكول اللي هو اصلا ان انكريبتد، فالفاير وول بتقدر تشوفه عادي ما عندهاش مشكله. هنا بقى في الابلكيشن كنترول وفي الويب فلتر وفي الفايل فلتر لازم تعمل انسبكشن للانكريبتد ترافيك، يعني لازم الترافيك تعمل لها ديكريبشن، وعشان الفايروول تقدر تحللها وتعمل لها انسبكت وتعمل بلوك او الاو بيزد على البوليس بتاعتك. يعني ايه انكريبشن وديكريبشن والكلام دوت؟ انت الفايروول بتبقى واقفه في النص، تبقى محتاجه هنا كده، ادي الفايروول اهي، وفي ترافيك خارج من الويندوز سيرفر ده مثلا رايح للانترنت. الفايروول لو مش قادره تشوف الانكريبت الترافيك دي هتعمل لها بلوك ازاي؟ مش هتقدر تعمل لها بلوك طبعا، فانت لازم تنكريبت الترافيك دي على الفايرول ببروفايل اسمه ديب انسبكشن بروفايل، اللي هو البروفايل ده ديب انسبكشن. البروفايل ده بيقف في النص، خلينا اجيب القلم ثواني عشان تبقى الفكرة واضحة اكتر ايه اللي بيحصل بالظبط. هنا كده بص يا باشا، هنا كده انت عندك الفاير وول اهي واقفه في النص، تمام، ما بين ال internal سيرفرز والانترنت مثلا. طيب ال internal سيرفر ده رايح بيكلم HTTPS مثلا facebook.com، الفيسبوك.com. قبل ما الترافيك ده بيحصل له انيشيشن، بيحصل نيجوشيشن ما بين السيرفر ده والويب سيرفر بتاع الفيسبوك اللي هو الانترنت.
اوف ايه ده، مالك مالك، اهدى اهدى. تمام، بيحصل ان هو بياخد، بعت لي البابليك سيرتيفيكت بتاعتك، ياخد البابليك سيرتيفيكت بعد كده اللي هي بيعمل الاول انكريبشن، اسيمتريك انكريبشن عشان تبقى فاهم، في نوعين من الانكريبشن، في الاسيمتريك انكريبشن، اسيمتريك انكريبشن، وفي السيمتريك انكريبشن. انكريبشن الاسيمتريك ده بيستخدموه عشان ينكريبت البرايفت كي بتاع السيمتريك انكريبشن. ده كل وظيفة الاسيمتريك انكريبشن، بيبقى عندك بابليك كي وبرايفت كي. الويب سيرفر ده بيبعت لك البابليك كي بتاعه، بينكريبت بيه البرايفت كي بتاع السيمتريك انكريبشن سيشن. هي دي كل القصة ما بين الاسيمتريك والسيمتريك انكريبشن. طبعا الموضوع اكبر من كده بس ده مش موضوعنا حاليا. بتيجي فين بقى الفاير وول هنا في النص؟ الفاير وول هنا بتقف لك في النص وترد عليك كانها هي التراستد سي اي، وترد على السيرفيس ده كانها الكلاينت، والترافيك هنا بتبقى انكريبتد ديكريبتد سوري، الترافيك بتبقى ديكريبتد بس قبل ما بتخرج من الفورتي جيت بتبقى انكريبت، بيعمل لها انكريبشن تاني ويعديها. فانت الفورتي جيت دي عشان تقدر تعمل اي نوع من انواع السكيورتي بروفايل لاي انكريبتد ترافيك لازم يحصل له ديكريبشن، سواء انت حاطط انتي فيروس، سواء حاطط اي بي اس، سواء حاطط اي كونتنت فلتر بروفايل، كونتنت فلتر ويب او ابلكيشن او فايل بروتكشنز، كل ده لازم يحصل له ديكريبشن عشان الفاير وول تقدر تعمل انسبكشن للترافيك او تحلل للترافيك وتطبق البوليسيز اللي انت محددها مظبوطه زي ما هي. طيب الكلام ده اصلا بيحصل ازاي؟ فاكر في الاول في تالت، يا رب في تالت فيديو، لما قلت لك انت لازم تعمل اكسبورت للفورتي جيت سيرتيفيكت وتطلب من السيستم ادمن ان هو يعمل لها انستول على كل الاند بوينتس اللي عندك في الماشين اللي هتطلع تكلم الانترنت، هو ده بالظبط انا كنت بقول لك ليه لازم تعمل كده، عشان الكونتنت فلتر والسكيورتي بروفايلز يعني مش هيبيهيف او مش هيتعامل زي ما انت عايز 100% لو مش قادر يشوف الانكريبت الترافيك دي. تمام، خلينا ايه نمشي عملي كده لان احنا في بروجكت مش هنقعد نتكلم نظري بس، لازم نعمل الكونفيجريشن. فتعالى ايه نشوف احنا ممكن نعمل الكلام ده ازاي. مبدئيا هنا كده ادي الفاير وول اهي، وادي الويندوز سيرفر، ادي الويندوز سيرفر اهو. هتصحى ولا مش ناوي؟ اقفلك وافتحك تاني والله احترم نفسه اهو. تمام، تعالى ندخل عليه كده، اقول له ادمن. انا دلوقتي عايز انستول السيرتيفيكت بتاعت الفورتي جيت على، تعالى نعمل مرة بس سيرتيفيكت ومرة من غير سيرتيفيكت عشان تبقى شايف ايه الورنينج. مبدئيا تعالى كده طلع السيرفر ده انترنت مثلا، بوليس اند اوبجكتس فاير وولز مثلا، ادي اللان سيرفر اهو مثلا، كرييت نيو allow اندرسكور لان اس ار في اندرسكور 2 اندرسكور انترنت. الانترفيس هيبقى اللان سيرفرز، الاوت جوينج انترفيس هيبقى وين انتراستد، السورس اللي هو السيرفر 172.20 اللان سيرفر ده، والديستنيشن اول سيرفيس اول، ومش هحط عليه اي سكيورتي بروفايل، بس هعمل له ديب انسبكشن واقول له اوكي. المفروض ان ده كده يبقى طالع انترنت. لو رجعت تاني على الويب سيرفر بتاعي سي ام دي
مثلا اقول له بينج 8.8.8.8 ريبلاي، مفيش مشكلة. تعالى مثلا ايه، ادخل على الفيسبوك دوت كوم، فيسبوك تبش ليه، فيسبوك دوت كوم بطيء شوية صح، انتر كده https facebook.com. هنا انا كنت مسيبها ولا مش مسيبها، ديجي سيرت ما عملش ديب انسبكشن للترافيك. طيب كان الفيسبوك اوريدي اساسا يكون exempted. تعال نشوف هنا مثلا، ادي اللان سيرفر اهو، لان تو وان untrusted SSL deep inspection، شغل لي الاول سيشنز. تعالى ايه مثلا نفعل انتي فيروس بروفايل، نشوف ايه اللي هيحصل، واقول له اوكي. هنا لو رجعت تاني على السيرفر، ايه ده سوري السيرفر، هو هنا مش شايف لسه ان انا عامل انسبكشن، فتعالى ممكن اصلا ده يبقى اوريدي على ايه، كلير كده لو في كاش. خلي بالك ان انت اي كونتنت فلتر بتعمله لازم تعمل كلير للكاش عشان تتأكد ان اللي انت عملته ده تيك افكت، ما يبقاش مثلا في اي كاش ويب سايتس اي حاجة كاش بتحصل في الباك جراوند وانت مش حاسس بيها. فايا كان التشينج اللي انت هتعمله لازم تعمل كلير للكاش. اقفل ده. بص بدأ يقول لك ايه بقى، في مشكلة عندك في السيرتيفيكت انفاليد تقريبا، كان مكايش. خلاص يا عم ماشي ماشي، انا كده لو قلت له https google.com، شايف هنا مطلع لك ان في مشكلة في السيرتيفيكت بتاعت جوجل. ولو جيت تقول له advance بمعنى مش هيشتغل، بيقول لك You are missing required root certificate for Fortinet. To fix this problem, ask your organization to review configuration. مش عارف ايه وكده. بس ده يعني عشان الفورتي جيت بقى دلوقتي واقفة في النص عاملة decryption للترافيك. فلو جيت هنا شفت، شايف هنا ال CN بتاع جوجل ال FG 82، ده بتاع الفايروول بتاعي مش بتاع جوجل اصلا. ال organization Fortinet ال organization certificate authority، بس السيرتيفيكت دي الروت سيرتيفيكت دي او السيرتيفيكت السي اي دي مش تراستد عندك في الويب سيرفر، فعشان كده كل حاجه مقفوله. ده برضو ايه يعني، ده برضو نوع من انواع اللي انت مثلا لو انت اي حد جه وصل عندك على النتورك ما عندوش السيرتيفيكت بتاعت فورتي جيت مش هيبقى ليه انترنت اكسس. يعني شايف زي من هنا كده مفيش انترنت، فده مثلا ممكن تقول لاير تانية من الكنترول انترنت اكسس، ان انت لو ما عندكش السيرتيفيكت مش هتطلع انترنت اصلا، لان انا مش قادر اشوف الترافيك بتاعتك فمش هطلعك انترنت، او السيرفر نفسه مش البراوزر نفسه مش هيسمح لك تطلع انترنت. ودي كده السيرتيفيكت وورنينج اللي هو كان بيقول لك عليها هنا. يعني لو جيت هنا على لان سيرفرز، شايف الوورنينج ده بيقول لك this SSL، مش عارف واضحه ولا لا، هنا كده بيقول لك this SSL uses full inspection end user will likely see certificate warnings unless the certificate is installed in their browser. يعني لو السيرتيفيكت دي مش انستولد عندهم في البراوزر هيطلع لهم الورنينج اللي احنا شايفينه ده، اللي هو الورنينج ده. طيب انا بقى عايز احل المشكله دي، يعني عايز اخلي السيرتيفيكت دي تراستد. طب انا اعمل ايه؟ فالمفروض اعمل انستول لل FortiGate CA certificate على السيرفرات والاند بوينتس اللي هتطلع انترنت. فده ممكن اعمله ازاي من هنا؟ طبعا هنا خليني ايه، احاول ان انا افتح الفاير وول دي من السيرفر على طول بدل ما اقعد اتنقل ما بينهم. مثلا اللين اهي، واقعد اعمل كوبي واقول له اوكي. تعال نروح على السيرفر نعمل انستول للسيرتيفيكت، اقول له https 172.20.0.1
ادفانس. خش بس انا كده عايز اخش على الفورتي جيت اداونلود السيرتيفيكت عشان اعمل لها انستول في التراستد روت سيرتيفيكت بتاعتي عشان ما يظهرليش الورنينج ده. فلو جيت هنا على السيستم سيرتيفيكتس، هي دي السي اي فورتينيت سي اي اس اس ال، اقول له داونلود كيب اوبن الفايل، اعمل لها بس انستول عشان اجهز ان انا بقى ابدا اعمل الكونتنت فلتر ده. مثلا اقول له دبل كليك على فورتينيت سي اي اس اس ال اوبن، وهنا هقول له انستول سيرتيفيكت، اعمل لي انستول لللوكال ماشين. طبعا هتحتاج ادمنستريتيف بريفليجز، هتختار بليس السيرتيفيكت دي في التراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، وهقول له اوكي. بقت عندي اهي في التراستد روت سيرتيفيكت اوثوريتي، نيكست نيكست فينيش. قال لك ذا امبورت ووز سكسسفول، اوكي اوكي. تعالى ارجع تاني احاول اروح على جوجل ريلود كده، طبعا ما اشتغلش لان هو مكيش. فانت اي تشينج ليه علاقه ببراوزرز او كونتنت لازم تكلير الكاش. هنمسح كده الكلام الحلو ده ونعمل كلير تاني للكاش الهيستوري. هيستوري هيستوري. وهنا هاجي على ال، هو بطيء شوية مش عارف ليه، الهيستوري ده clear all data clear now، ونقفله ونفتحه تاني مرة كده عشان نتأكد بس ان السيرتيفيكت انستولد صح، وان الفاير وول بتقدر تعمل ديكريبشن وفي نفس الوقت اليوزر ما بيظهرلوش وورنينج. ال HTTPS. لا بقى ما تضايقناش بقى، انت بطيء كده ليه يا عم انت؟ ممكن اديله حتة ريستارت كده عشان ايه، شكلي بقالي كتير ما عملتلوش ريستارت فهو قافش. HTTPS google.com. بص هو هنا فتح البنج بس تعالى تشوف. اوف 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 اتش بس ما طلعليش وورنينج. خدت بالك لما جيت افتح البنج ما طلعليش وورنينج؟ بس عشان نشوفها بطريقه اوضح جوجل دوت كوم، ادي جوجل اهو فتح ومفيش وورنينج، بس في نفس الوقت لو جيت عملت انسبكشن للسيرتيفيكت، السيرتيفيكت بتاعت 40 جيتا وما عندوش اي مشكله فيها. اف جي بتاعت ال 40 جيت بتاعتنا، وده ادي ال 40 نت اهو، وادي جوجل فتح عادي وكل المواقع هتفتح معاك عادي. بس المواقع دي بقى ديكريبتد على الفاير وول، يعني الفاير وول يقدر يعمل انسبكشن ويقدر يعمل اي كونتنت فلتر انت حاطه واي بروتكشن انت عامله سواء انتي فايروس او اي بي اس هيشتغل عادي، لان ال 40 جيت قادره تشوف الانكريبتد ترافيك، فتقدر تابلاي البوليسيز اللي انت حاططها. هي دي فكرة ان انت تعمل ديكريبشن عشان تقدر ال 40 جيت تبص على الترافيك، لان لو الترافيك معدي على ال 40 جيت انكريبتد كده ما يعني ما يعني التست اللي احنا كنا بنعمله على اتش تي تي بي اللي هو اصلا ان انكريبتد في الفاير وول، كده كده شايف الترافيك فبيعدي. بس حاجة بقى اوريدي بابلشد بره الفاير وول هتشوفها ازاي لو انت مش عامل انكريبشن؟ فلازم لازم اي سكيورتي بروفايل عندك، اي كونتنت فلتر عندك، لازم تعمل انكريبشن عشان ياكت او يعني ياخد الاكشنز اللي انت عايزها، مش اي اكشن وخلاص وترجع تشوف في مشاكل والفاير وول ما بيوقفش الترافيك فلازم تعمل الديب انسبكشن ده. ده مش على الفورتي جيت بس، ده على اي سكيورتي بروكسي. يعني الفورتي جيت في الاخر هي واقفه في النص بروكسي ما بين الانترنال ريسورسز والاكسترنال ريسورسز، فهي ايا كان الترافيك اللي بتعدي عليها دي لازم تبقى انكريبتد عشان تقدر تعمل لها انسبكشن. فهنا ادي خلاص اهو احنا عملنا انستول. انا كنت فاكر انا كنت عايز ابدا في الكونتنت فلتر النهارده بس عشان بس الحته دي تمرينيت او يعني تبقى مفهومه بالظبط، خلينا بس في يعني النهارده نعمل بس انستوليشن كده. كده احنا خلاص عملنا انستوليشن للسيرتيفيكت ونبدا نعمل بقى الكونتنت فلتر بتاعتنا. من الفيديوهات الجاية بقى
اوريك ازاي ممكن نعمل ابلكيشن فلتر وويب فلتر وفايل فلتر التلاتة مع بعض ان شاء الله. تمام، اتمنى الفيديو ده كده كان خفيف عليكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.